15 فنان وفنانة عرب خسروا وزن بشكل مفاجئ، ما رح تصدق كيف كانوا وكيف صاروا. المطرب الإماراتي حسين الجاسمي، من المعروف عن حسين إنه كان صاحب صحة كبيرة وعنده سمنة مفرطة، بس بعد ما نصحه دكتوره إنه الوزن الزايد ممكن يخلي حياته بخطر حقيقي لأنه رح تضغط على قلبه وشرايينه وأعضاء جهازه التنفسي، قرر إنه يتخلص من الوزن الزايد بسرعة. وانتشرت أخبار وانحكى إنه حسين عمل عملية لشفط الدهون وتكميم المعدة، بس هو نفى هيدي الإشاعات كلها ورفضها بشكل قطعي، وأكد إنه التزم بحمية قاسية بتعتمد كلياً على السوائل وأهم شيء شرب المي، لأنه هو ضد العمليات وضد الجراحة. الممثلة المصرية منى شلبي، كانت منى بتعاني من الشراهة على الأكل زيادة عن اللزوم، وخصوصاً إنه معروف عن عائلتها الشطارة بعمل الأكل الطيب، كانت بتعشق الحلويات والمعجنات وهيدا الشيء خليها تكسب صحة زايدة، بس بأسلوب سريع وملفت خسرت منا كتير من وزنها. وهي قالت مرة بلقاء انه عندها نظام ماشي عليه عطول خليها تصير هيك، وبيعتمد على شرب كاسة ليمون سخنة كل يوم الصبح قبل ما تاكل اي شيء، لانه هالمشروب بيساعد الجسم انه يحرق الدهون وينقيه من السموم اللي فيه بحسب كلامها. النجمة الاردنية ديانا كارازون، انشهرت ديانا ببرنامج سوبر ستار بالموسم الاول وقت فازت باللقب، وكان وزنها زايد وقتها، بس قدرت تتجاوز الموضوع ونزلت وزنها بفارق كبير من بعد ما نجحت بفترة. وذكرت بوحدة من لقاءاتها الصحافية انه هي عملت عمليات جراحية ناجحة ساعدتها تطلع باللوك الجديد، وحافظت بعدها على رشاقتها من خلال الالتزام بنظام صحي، وقالت انه بتحب شكلها القديم، وهي قدرت تنجح وتربح لقب سوبر ستار قبل ما تنحف. الممثلة المصرية ليلى علوي، كانت ليلى من النجوم المعروفين بأنها صاحبة وزن زايد، بس قررت تحط حد للموضوع وتستعيد رشاقتها، وبالفعل وبمدة قصيرة قدرت تخسر منيح من وزنها، وبعد 8 شهور نقصت حوالي 16 كيلو، وحكيت عن الموضوع أكثر من مرة ونصحت كل جمهورها ومحبينا أنهم يخففوا وزنهم الزايد على البطيء مشان يحافظوا على جسمهم هيك وما يرجعوا ينصحوا بسرعة، عكس الأشخاص اللي بنقصوا وزنهم بسرعة فبيرجعوا بينصحوا بسرعة كمان. النجم السعودي إبراهيم الحكمي، إبراهيم كمان كان بيعاني من سمنة مفرطة من يوم ما انشهر ببرنامج سوبر ستار بالموسم الثالث، وبعدها لجأ للعمليات مشان يشيل الدهون ويلتزم من بعدها بنظام غذائي صحي وقاسي، قدر يدهش الجمهور فيه ويطلع بلوك جديد كتير، وهو خسران فيه نص وزنه تقريبا، وظل محافظ على شكله الجديد من بعدها. الممثل المصري هاني رمزي، نشر هاني رمزي صورة إلو على منصة الانستغرام وهو مع مدربه بالجيم، وبين فيه كيف استعاد لياقته وقلل وزنه بصورة ملفتة، وأوضح هاني إنه تعب وقسي على حاله بالرياضة والتزم كرمال يخسر وزنه، لأنه هالشي كان عامل له عائق ومخفف شغله بالأفلام والمسلسلات بالفترة الماضية أقل بكتير من أيام زمان. الممثلة الكويتية هيا الشعيبي، هيا فاجأت الجمهور بإطلال جديدة ونحيفة بالمقارنة مع شكلها القديم وقت كانت سمينة بطريقة مفرطة، لأنه قدرت تنحف كتير وتنقص وزنها تقريبا 67 كيلو وتصير 93 كيلو بعد ما كانت وصلت لحدود 160 كيلو، واعترفت هيا لجمهورها انها عملت عمليتين حتى قدرت تصير باللوك الجديد، اول وحدة عملية قص معدة والتانية شفط دهون من المنطقة اللي تحت الدقن. ممثل المصري احمد زاهر، بعد ما مرض احمد اضطر ياخد دواء بيحتوي على مادة الكورتيزول اللي بتزيد الوزن، لكن خلته يصح بسرعة كتير، ولكن هو كان اقوى من المرض وبسرعة قدر يرجع يخسر وزنه الزايد ويسترجع لياقته مثل ما كان. الممثلة المصرية سمية الخشاب، طلت سمية على كل المتابعين بشكل جديد بعد ما نقص وزنها 20 كيلو بسرعة كبيرة، وذكرت انها قدرت تنحف بدون ما تلجأ لا لتجميل ولا لجراحة، واكدت انه عملت حمية صحية باشراف دكتور مختص من المانيا، واعتمدت بهيدي الحمية على شوربة الخضار ونوع واحد من اللحم بالاضافة الى العصائر الطبيعية. المطرب الكويتي نبيل شعيل، نبيل عمل عملية جراحية بظهره اضطر بعدها يقلل أكل، وهالشي حفزه يخسر وزنه
ويطل على جمهوره بعد فترة بلوك جديد ومميز مختلف جذريا عن السابق. الممثل السوري أيمن زيدان كتر القيل والقال عن أنه أيمن مريض بعد ما أدهش المتابعين بإطلالة نحيفة، وفي ناس قالوا أنه حزنه على فقدان ابنه نوار هو السبب بخسارة وزنه، لكن أيمن طلع وأنكر كل هالكلام وذكر أنه عمل عملية تكميم معدة كرمال يخفف وزنه ونزل بالفعل 35 كيلوغرام تقريبا. الممثل المصري حامد الشراب قدر حامد ينقص وزنه تقريبا 45 كيلو بوقت قياسي، وفاجأ جمهوره بصوره الجديدة بجسم مثالي ومتناسق، وصرح انه قرر يكون جسمه رياضي، لهيك عمل رجيم صحي وبنفس الوقت اعتمد على لعب الرياضة بانتظام. الممثلة المصرية مها احمد ضلت مها مدة طويلة وهي تاخد ادوار تمثيل للبنت السمينة الناصحة، وانشهرت بأعمال الكوميدية اللي ساوتها على أساس شكلها، بس هي ما قبلت تضل هيك وقدرت تكسب جسم رشيق وتطل على الجمهور بمظهر مختلف تماما، وطلع حكي انه هالشي بسبب العمليات الجراحية، بس هي قالت انها التزمت برجيم قاسي كتير وما عملت اي جراحة. الراقصة المصرية فيفي عبدو بدون سابق انذار طلعت فيفي بشكل جديد وهي خسرانة من وزنها منيح، وحكت بإحدى لقاءاتها أنه الرقص كتير بيساعد البنات ينحفوا، ونصحتهم أنهم يمشوا كل يوم 5 كيلو لأنه المشي كمان بيساعد بهيدا المجال. وعن سرها هي قالت أنها بتلف ورق نايلون على جسمها وقت الرقص، وهيك بتقدر تحرق حريرات أكتر وتخس بسرعة أكبر. الممثلة الكويتية إلهام الفضالة قدرت إلهام تنحف بأسلوب رهيب خلال فترة قصيرة، وفاجأت المعجبين والجمهور وظلت محافظة على جسمها بعدها، وذكرت انها خضعت لعملية تدبيس معدة واتبعت نظام صحي بالاكل مشان تخسر كل هالوزن. هيدا كان كل شي اليوم، ان شاء الله يكون الفيديو عجبكن، بشوفكن بموضوع جديد، ما تنسوا تدعموا القناة، الى اللقاء. اكتب لنا في التعليقات رأيك بما شاهدت للتو، ولا تنسى دعمنا بتسجيل الإعجاب ومشاركة الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كما لا يفوتك الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس لمتابعة فيديوهاتنا القادمة فور نشرها. أما إذا أردت مشاهدة المزيد فاختر واحدا من الفيديوهات المقترحة التي تظهر على الشاشة أمامك الآن.